مالك براند خيوط الزعفران ابو مساعد السبيعي، متشرفين بك. يا هلا والله، تشرف لنا وانت شرفتنا. الله يطول عمرك. الله يسلمك ويعافيك. ابو مساعد من 300 الف عميل جرب خيوط الزعفران، لله الحمد يعني بعد تقديمنا الضمان الكيف ان الواحد يبيع 3 مليون علبة زعفران خلال سنتين، هذا امر صعب ما شاء الله. كيف؟ صحيح، هذا اول شيء توفيق رب العالمين. احنا لله الحمد ابو رقيع من بدينا بخيوط زعفران اجتهدنا على جودة احنا راهن عليها، لله الحمد كسبنا ثقة اكثر. وصلك الزعفران، جربته مع القهوة، ما كيف مزاجك رجعه يرجع لك مبلغ كامل. يا ابو مساعد، كثير اللي يسوون زعفران ويبيعون زعفران، وش اللي يفرقك عنهم؟ انا ابو رقيع من بدايتها بخيوط زعفران حاولنا ان نشتغل في الزعفران بطريقه غير تقليديه. اول شيء طلعنا الزعفران بعلب الزعفران اللي تشوفها هذه معدنيه، شفنا ان علبه البقلاوه اغلى من علبه الزعفران قبل التقليديه، علب بلاستيكيه قيمه العلبه ما تليق، شكل العلبه ما يليق في الذهب الاحمر. صحيح، هو الذهب الاحمر وغالي الثمن الحمد لله. وبعدها طورنا منتجات الزعفران، طلعنا الشاهي بالزعفران، هنا موجود عندنا شاهي بالزعفران، يا سلام، وسكر نبات بالزعفران، وبخاخ الزعفران، وايضا هذا منتج جديد، عسل زهور ممزوج بالزعفران بالحلويات وغيره من المنتجات. بعد هذه خلاصه الزعفران، زعفران سائل مركز مستخلص الزعفران، هذا 7 قطرات في الدله تغنيك عن استعمال الزعفران بالطريقة التقليدية. ما يعني إنه بديل عن السكر اللي الشير اللي مع الحلويات. بدل الشيرة. بدل الشيرة. يا سلام. زهور مع الزعفران، نكهة الزعفران ناطعة. هذا الزين المرتب اللي يستحق الإهداء والاقتناء. ما شاء الله، باكجينج مرتب من خيوط الزعفران. هذا البوكس هو الأكثر مبيعا. المطحنة مجاني والنجرس غنطوط ذا مجاني. بكم؟ مدة سنة. ايش تبي اكثر من كذا؟ مجاني، حتى لو طلبت بخاخ واحد يجيك الثاني مجاني.